حصل انفجار وهي الايام اللي تقرب من الولاده، فحصلت الولاده، كان ولدت على خير الحمد لله، لكن للاسف كانت الولاده لطفله تعاني من اعاقات حركيه وبصريه، ولم يتركها اهلها، ثابروا ودعموها وهي عضو في التجمع من سنوات، ونجحت بدرجات عالية. نستمع لها زينب محمد قاسم. طبعا امها موجودة، هاي قوم وقفي، هاي تحية لامها. احدى متطوعات في التجمع. السلام عليكم. السلام. علي شغلة طفل. علي كل يا الله كليتك على النائب حسين عرب، شكرا جزيلا. سالة شابين وفايت من دولة.